من عيني ختمتها زين لكن يا مرهون الدنيا حضور لا دايف لح ولا دايف من الدنيا ديجيتال أقول تو على هذا الدكان ليش ما نخلي يعني مركز تجاري ولا مع سيارات زين زين أحسن ذاك الدكاكين تبغى تسوي مركز تجاري أو معرض للسيارات إيش يا أبوي إيش رأيك هذا الدكاكين نكبره ونسوي دكان كبير هذا هو التفكير الصح نعم هو أكيد ها كذا بنوصل للنتيجة وبنلعب بالفلوس لا ها خليفة ايش تريد؟ هن كلمتين انا طلقت رضية وجاي اكرر طلب السابق في انش توافقي على الزواج مني انا رايح الحين وفكري على مهلش وانا في انتظار الرد ان شاء الله عاد الحالة ما ترد لك مرة ثانية خلاص يا ام نصيب بما انش عطيتيني الفلوس فتأكدي انها ما راح ترجع مرة ثانية لكن يا امي لو ما معطتني الفلوس ان كان اشللش كل صفار المطبخ والصحون وطلعلش اياهم عشان اقدر اضبطش كل القنوات المختفية ها؟ هي؟ يعني السالفة ما سالفة زهرة ارجوك يا امي السالفة هي كلها تراها سالفة زهرة وسالفة محل تصليح الهواتف النقالة وإصراري علي كل هذا يعني من باب أني أنا أقدر أنسى اللي صار أتذكر يا نصيب نعم يا أمي أن هذه الفلوس ترى فلوس ناس فلوس الجمعية اللي ورطت نفسي فيها الأيام تمشي بسرعة والناس عادت وتبدأ تطالب بفلوسها أرجوك حاول انك ترجع الفلوس بسرعه ان شاء الله وانا بعد يا اصيله اعطيني 1000 ريال من فلوس الجمعيه وبرجعها لا تخافي برجعها بسرعه زين 1000 ريال ابواي بس ايش رايك Thank you.
انت بعد ماشي في الداخل حمدان؟ ماشي في الداخل يا لا تعال 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 انا اشوف بالله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله ايش هالفخامه خليك يا شويه شويه مهونه تدور شويه هاي هاي الحاسب لالي هاي الحاسب لالي هذا حاسب لالي لا هذا هذا ها ايه لا ايه هو مالك كيف ما طالع فيها ما ترى ما هي حتى وانا عرف لا خله جاهز كذي كذي ما ضرب زين ترى والدين على مكاتبها إن ما هي نزيه ما يستخدمونه وهذا مو المكتب هاي المكتبية هاي فكش هاي فكش وكل شيء جاهز ما ناقصنا شيء أنت هديك عاد فكشات وايد قاعد مستقبل إيش أقوله يا أخي والله مش شاقة هذه الفخامة مو باقي لها هتخسرنا إيجارات والله أنت لا تشيل هم الإيجارات ترى الله يسلمك صاحب المكتب يبغى يسافر يبغى يسافر أي وأجرني إياه كيف هو هو أدوانه هو أدوانه كامل كامل إيه حجة هاي نعم وترى الإيجار بنطلعه من الأمور ومن العقار ما العقار ما ضرر إيجار وغير الإيجار لا كان زين كان زين لكن أقول لك صدفة حصلت نعم راع المكتب هاي صدفة صدفة ما أحسن من دكانك هيك كين ذاك وين ذاك فرق عظيم شاسع نعم وبعدين ما بقى فيها بعدين حدود سعادتي في الحياة تتوقف عندك أنت وبدونك الحياة ما لها لا طعم ولا لون ولا ريحة تعرف إيش أتمنى ماجد تتمني أنت تامري أمر وأنا علي السمع والطاعة أتمنى يكون لي بيت أخطط بنفسي وأحط فيه كل الأفكار اللي أريدها ويكون في حديقة صغيرة الظاهر اني مالي نصيب في البحر وايش رايك لو قلت لك ان انا عندي نفس هذه الامنيه صحيح صحيح وجالس ادور على قطعه الارض اللي نحقق فيها حلمي انا ما قدر اصدق ما قدر اصدق ماجد ما قدر اصدق صدقي هو انا كم زهره عندي في هذه الحياه عيال خلاص من اليوم ورايح انا بدي افكر واحط كل افكاري في هذا الموضوع كل الأفكار اللي أريدها كلها 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 وين رايحة؟ إحنا بعدنا ما خلصنا كلام رايحة أشوف أمي دخل أظن أن جلوسك لوحدك في الغرفة ما راح يحل لك مشاكلك بالعكس راح يزيدك هم فوق همك ومن قال لك اني انا مهموم انا بس جالس افكر في الخساره اللي خسرتها وباغي اعوض خسارتي بشيء تمنيته على العموم يا ابوي انا جاي لك اقول لك اني انا جاهز في اي شيء تطلبه مني وعلى استعداد ان افضل لك اي شيء ما تقصر يا ولدي ما تقصر بس انا ما بقى ادخلك في المواضيع اللي فيها مشاكل خليني احل مشاكل بنفسي خليني أفكر بهدوء على العموم أنا بروح عنك الحين وإذا بغيتني في أي شيء تراني أنا جاهز يلا بعد إذنك سير أبوي سير إن شاء الله راضي علي أمي راضي عليش يا بنتي واتمنى زوجك يكون راضي عنك بعد من ماجد ماجد راضي عني ووعدني إنه ما يتضايق ولا يزعل ولا يغار ما دام إننا عايشين مع بعض بس يا بنتي الشيء لما يزيد عن حده بيخليه يزعل ويتضايق يعني إيش يعني مثل ما تهتمي في أمك اهتمي فيه هو بعد علا يحس بكرة أنك أنت مهتمة فيي أكثر بعدين يا بنتي ترى الحرمة ما لها إلا بيتها وزوجها والرجال يريد اهتمام المسكين عمش خليفة بعد اهتمي فيه
ما عنده حد اللي يساعده ويداري، واعتبري مثل أبوش. إن شاء الله إن شاء الله يا أمي. تمر علي بشيء ثاني؟ الله لا يحرمني منك يا بنتي. ولا يحرمني منك إن شاء الله. الله يرزقك إن شاء الله بالذرية الصالحة يا رب. خير ماجد، ايش فيك؟ ما فيني شيء يا زهرة، بس كنت انتظرك عشان نتغدى مع بعض. بس كذي؟ بس كذي. انا بعد ما يتم للجوع، يلا نتغدى مع بعض. يلا يلا. ها يا عم مرغون، ايش قلت؟ ايش يقول مرغون؟ مرغون ما يقول شيء. مرغون باه وافق وافق وافق. كيف وافق؟ الله يهديك يا حمدان. ها نحن لازم من الاول نشوف البيت اللي يريد يأجره ونعرف كم قيمة الأجار. مثل ما قلت لكم، البيت مؤثث بالكامل، وحتى في بعض المواد الغذائية، يعني بيت مكتمل ما ناقص انه اي شيء. اللي بيستأجره ما يجيب غير ملابسه ويسكن. اقول سعود تفضل. انت باكر كم سنة تروح تتعلم الخايف؟ كم سنة؟ ما اقل من 4 سنوات. اذا تريدوا تشوفوا البيت الحين انا ما عندي مانع، تراني مستعجل، واذا ما مستعدين خلونا اشوف مكتب ثاني. كيف ما مستعدين؟ سمعت مستعدين يا ولدي وزوج. خلاص شوف البيت. خلاص حمدان. ها نجلس المكتب. جلس يا شباب. يلا 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 يلا. ما في بيع الهواتف النقالة، المشكلة في تصليح الهواتف النقالة. الحين لا أنت ولا أنا نعرف نصلح. يعني تو أنت بالله عليك شايل هم هذا الموضوع البسيط؟ أنت الظاهر ما عارف نصيب أبو النظريات والأفكار. يعني إيش؟ يعني أسرار التكنولوجيا كلها، القديمة والحديثة والمتوسطة، كلها هني داخل ذا العقل. أفهم من كلامك إنك تعرف تصلح الهواتف النقالة؟ لا طبعاً، لكن أعرف كيف أوظف عقلي في المكان الصحيح. بيتك ممتاز سعود، بيتك ممتاز. نعم الله يخليك يا عم مرهون، بس أتمنى أنه يجيب الإيجار اللي أنا أتمناه. هو لو في مكان ثاني عن هذه المنطقة كان بيجيب هذا الإيجار وزيادة. والله أنا ما هين علي أني أجره، بس تراها الظروف جاءت كذاك. زين ما شوف حد بالبيت؟ طلعنا ونزلنا. هين أولادك؟ الأولاد بيت الأهل، تراهم بيسافروا معي. زين المهم خلنا في التفصيل الحين. أنا أريد الإيجار صافي ورسوم مكتب على المستأجر من أولها كذاك. يا جماعة ما يستوي كذاك. استهدى بالله يا عوض وعين خير، ما تستعجل. مرهون تو بيجي، وبعدين مرهون هو باغي يوصلك بنفسه عشان تعاين اكثر من 5 اراضي. مالك لك انت يا اخي؟ ما يستوي يسوي فيك ذا؟ انا جاي اشتري ارض ماكم يسوي فيك ذا؟ الله يهدي. انا تراني ما مجبور اشتري نعم من مكتبكم، المكاتب كثيره. صحيح المكاتب كثيره، لكن ما بتحصل اهتمام ومساعده مثل هذا المكتب. هذا المكتب هو الاهم، وبعدين مكتبنا احنا يعني متخصص بارضاء الزبائن وبس. صحيح. جلس، لا تستعجل الله يهديك. هذا المكتب له الفضل والمساهمة الكبيرة في تعمير هذه المنطقة والمناطق الثانية. شوف انت بس اللي اعرفه ان المكتب تو مفتوح، فكيف ساهم في تعمير المنطقة؟ قم خبرني. شيء من الكلام يا حبيبي. صحيح هذا المكتب الحين مفتوح، لكن دكتور عمي حمدان كم عمره؟ عمي حمدان هذا اللي تشوفه مسكين كم عمره؟ كم؟ من كان يمول المنطقة بالأنواض الغذائية؟ دكتور عمي حمدان الوحيد اللي كان في هذه المنطقة اللي كان يمول. أبوي معلوم كان يبيع ملح. أبو اسمع أنت، والملح شيء بسيط؟ الملح داخل في حياتنا كنا يا إنسان. وبعدين يا عوض يا أخوي، هذه الأيام طايحة أملاح لونة، ملح أبيض أحمر أخضر أصفر نارنجي برتقالي. إيش بعد؟ هو النارنجي. النارنجي نعم، وأقل شيء الملح هو أقل شيء، واقل شيء يبدا صغير
وبعدين يكبر. يعني كلمة الملح يعني صدقني يعني لو تقراها من اليسار لليمين بتطلع حلم حلم والحلم يبدا صغير وبعدين ها يكبر. تراني ما جالس اخذ منكم غير شوية كلام. اسمع انت، اما انك تغلط عوض تغلط انت. انت تفتكر ان الكلام شيء بسيط؟ ابوي الكلام هذا عايش في حياتنا، بالكلام نوافق وبالكلام نرفض. صحيح كلام عمي حمدان، واقل شيء نعرف نتكلم نقول موافقين حتى لو ما فاهمين نوافق. بس انا ما موافق اني اجلس انتظر اكثر من كذا. مطلق لبيك يا عمي. روح لعمك مرهون تلقى بيت سعود خليه يجي بسرعه بسرعه. هذا الزبون ما نبغاه يطير من يدينا، جاي مكتبنا لازم نستغله. مفهوم مفهوم. ومثل ما يقولوا الدنيا حروب. يلا ان شاء الله يا عمي. بسرعة الوميض سوف انطلق الى المريخ. انطلقوا عوض. ماذا اقول لك؟ ما هو تبيك والغدا ابا ستغدى ابو هين ابدا الغدا ولا الارض؟ أوه أوه أوه. يا سلام يا سلام. هاد ما سبح نعم ما سبح. تهنى مرهون تهنى تهنى. زين سوى سعودي وخلاني بروحي. زين سوى. بس يا ريت يا ريت تحقق اللي ببالي يا ريت. ايش الراحة. الله تهنى مرهون تهنى. افا يا ايش الراحة النفسية. هداية الدعنغاوي دفي. يا الله مسيكين حمدان اخوي مسيكين. عمي مرهون؟ نعم يا رضية. تعالي رضية تعالي. رضية؟ مطر؟ هل انت؟ لا عمي انت ايش مسوي بعمرك؟ ايش مسوي بعمرك؟ دخلت الحمام وضربت لسبح على كيفك يا مطر. اوه ولا بس انت الطربال هاي؟ الطربال ناعم غاوي يريح مرة يرقد. عاد يا مطل لما شفت ذاك الماي الزين البارد ها قلت خليني اضرب ذيك السبعه الممتازه. وحقيقه نسيت عمر لما شفت نفسي لحد ذاك الماي الزين البارد. يا الله يا الله ماي بارد. ابي انا سالتك عن شيء وانت ترد تكلمني عن الماي. وانت ايش تخصك رضيه؟ ايش تخصك؟ ها زوجتك خالتك عمتك ايش تخصك؟ ايش جيت لك انا اللي ابغاها ما انت. عمي ما تخصني شيء، بس ان قصدي اني اساعدك واوقف معاك واقدم لك الخدمه اللي تبغاها. صحيح يا مطر؟ يعني عمي. اقدر اعتمد عليك والكلام اللي بيننا هذا يكون سر؟ عفا عليك يا عمي، من يقدر يحفظ سرك غيري؟ اسمعك يا عمي تكلم بس انت. زين عيل، ما دام كذاك تعال ندق لسناك ونتكلم على راحتنا. تعال تعال. تعال مطر تعال اجلس. احيانا تعجبني يا مطر تعجبني. نعم عمي وعوض
عوض من العوض وعليه العوض وعوض على الله. نعم والله يعوضنا ويعوضكم. اسمعك عمي. انت تعرف يا مطر ان خليفة طلق زوجته رضية؟ دكتور ليش ضحك؟ انا قلت شي ضحك؟ ها؟ واحد وطلق زوجته، ايش فيها يعني؟ اسمح لي عمي، انا ضحكت تذكر الايام هذه لما كنت انت معك فرضية ايام ما كان ركب غاز عمي خليفة. كان ما اتذكر. تعرف مطر؟ عجبت فيها من اول اسطوانه. كيف؟ قصدي من اول نظره. نعم نعم. زين انا باق شيء واحد، اذا صرت اخطبها اجي معي؟ افعلك يا عمي اي معك. نعم. زين الحين ابغاك تكلمنا عن رضية، كلمنا عنها بالتفصيل الممل. يقول الله بالخير. بالخير بالخير الله بالخير خير النور. خليل مهما صار انا حقي اريده، وفلوس صيانة البيت ترى انت وما استلمتهن. هلكتنا فلوسي وفلوسي فلوسي وفلوسي. فلوسك بتجيك، وعمي حمدان قال بيعطيك اياهن. عمك حمدان ما دفع وما بيدفع، ولو دفع فهو عنده نفس الطلب والشرط اللي وصلني انا وانت الشرطه. هدي اعصابك تراك ما ناقص سجن مره ثانيه، وهذه المره ما حد يكفلك. على العموم انا رايح البيت انتظر فلوسي او الموافقة على طلبي القديم يا خليل. مع السلامة. كذاك يا حمدان استغليت علي كمين بيسة تدفعهم حال خليفة؟ الله يديش يا دعية، تو 1375 ريال. انت عندك كمين بيسة؟ عجبتي الفلوس كيف يطلع المعاش؟ وبعدين انتي لما بغيت تسوي شيء بموضوعنا. نعم ولا كان فرصة عندنا بس انتي ضيعتيها. ضيعتها؟ يعني شفتها برا الملعب ولا حولتها ضربة جزاء؟ لا بلنتي ولا جزاء، هاي طلعت اوفسايد. فرصة كان عندنا ماتي وكان ممكن نستفيد منها. لا سويت ولا بسوي شيء ما دام ان ولدي بيرجع السجن، واحنا جالسين معتمدين عليك ونقول انك رجال الشهم واقف تساعدنا. طلعت البر ما سويت شيء الحقيقه يعني. بس ايش؟ لا بس ولا شيء، وما بيننا اي كلام. وموضوعنا؟ موضوعنا؟ لا ما بيننا مواضيع، انسى كل شيء. وياني وياك مره ثانيه تتصل فيني، سمعتني يا حمدان؟ برا عليها سكر التليفون فوقي. نعم تعجي عمي مرهون تعجي. يا سلام اليوم الاكل زين ولذيذ. طب انت حليت شيء في بطنك عشان تقول زين ولذيذ؟ لا انا اقول يعني باين من شكله انه زين ولذيذ. حمدان تعشى مالك انت بعد؟ با سويت عشاء دراهم بيخلصوا الاكل. جوع عندي جوع يا ولك قدام الجوع عشت يا الله. الله تو انتو مالكم اليوم؟ اكيد صاير فيكم شيء، حالكم ما عاقبني مالكم؟ اما انا يا امي ما في شيء البر، والمحل الحمد لله ماشي زين، لكن ترى ما مثل ما متوقع انا يعني. خير ان شاء الله. انت عصرينك ايش متوقع؟ انا متوقع يا امي اني ابيع في اليوم ما يقارب من 20 إلى 30 هاتف نقال. هذا من غير الاكسسوارات الخاصه بالهواتف النقاله. لكن ترى عاد ما اعرف يعني مصلي. بس من وين؟
ان شاء الله من بكره اسوي تخفيض واضرب كل المحلات التجاريه. نعم نصيبنا ابو النظريات والافكار ما لا به. تعشى عمي تعشى تعشى. ايش فيك انت؟ هرقتني. تعشى عمي تعشى. تجاس تراقبني ولا ايش؟ انا خلاص اكلت وخلصت. يلا. الحمد لله رب العالمين. وانا بعد شبعت. الحمد لله رب العالمين. ايش فيك اليوم؟ ماسك اللي تعشى 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 تعشى. ايش عندك؟ عمي تراك انت اليوم وايد سرحان، كلهم يتشوفون عليك. كذي بينكشف سرك عمي. صحيح؟ كيف ما صحيح؟ صحيح ونص عمي. مشكور يا مطر مشكور، حسنت ما قصرت والله، انا ما حسبت كذا. لا عاد هلا هلا، هذه الفلوس الجمعية ترى. ولا يهمش يا ام نصيب، ان شاء الله على نهاية الشهر تكون فلوسك كلها جاهزة. اقول نصيب؟ قولي. ايش اخبار خليل؟ اقصد يعني كيف هو يساعدك في الشغل؟ رحوم ترى انا عارف قصد شهر. خلي عنش تستوالف خلي عنش. يعني ايش؟ مو قصدي نوبة. بس 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 يا شو تتناخلوا؟ بس كم مناخل والله. هذيلا دومهم كذاك. ما كنا منادى عم البر؟ اشوفهم والله ذيلا مالهم كذاك. اصيح. يملي فيه يملي. انا بالحقيقة الله رحمه بس مستحي مني نعم. باغني تسلفيني 1375 ريال يملي فيه من الجمعية. ما حرج شوية. خليل. خليل انت غالي علي. ولن اتنازل عنك ابدا. ولا اسمح لخليفة ان يدخلك السجن يا ولدي. اظنك بتسألني ايش ناوي اسوي؟ خليل انا خلاص وافقت بشكل نهائي اني اتزوج خليفة، وتو اخبر مطر يروح يبلغه. نعم. ايش؟ اخاف الفلوس تضيع مني يا مرهون، قل لي ايش اسوي؟ اكيد اريد ادفعها لخليفة عشان يخلص خليل من الورطة. لا حول ولا قوة الا بالله. انا ما يهمني هو يدفعها لمن ولا لمن، انا كل اللي يهمني اخاف حقوق الناس تضيع مني. يا بنتي اصيلة، ما واثقة في حمدان؟ لا تقول هذا الكلام يا مرهون، انا واثقة منه. بس موعد تسليم اول مشترك قرب، وانا الفلوس اللي عندي ناقصة. شيء الفلوس عندك انت وشيء من العين نصيب. يعني انا ايش اسوي بهذه الورطة؟ قل لي ايش اسوي. ماشي ورطة يا اصيلة ماشي ورطة. انت اعطيني الفلوس اللي يريدهن، وانا متأكد قبل موعد تسليم المشترك الاول بتكون الفلوس اللي اخذناها رجعت. رجعت يا. يعني هذا رايك؟ اظن هو هذا الراي الزين. ايش رايك برايي؟ ها؟ زين زين كسرت الباب. خليفة وين خليل؟ خليل في الشغل. احتراما للجيرة أنا جاي أخبره أني رايح مركز الشرطة عشان أشتكي عليه علشان يشوفوا لي حل للفلوس اللي عليكم، أو أنه يقول لي متى بيدفع لي حقي. خلاص خليفة اللي تريده بيصير. يعني متى بتاخذون فلوسي؟ لا لا مو الفلوس، أنا أقصد الموضوع الثاني. يعني موضوع زواجنا؟ نعم بس بشرط بعد ما تتنازل عن حقك. أنا مستعد أتنازل عن حقي بعد الملكة مباشرة. خلاص صار. حي أبو. سمعتني يا خليل، أباك تجيب لي 9 أنواع من هذا النوع. إنزين لكن بألوان مختلفة.
ما تجيب لي نفس اللون؟ ان شاء الله. ترى علي طلبات واجب ذي. ما يهمك. ايوه. من هذه العين قبل هذه العين. كيف ابغاك؟ ان شاء الله. نصيب؟ ها؟ انا خلال روح شوف طلبات الاخ. وخلينا انا اشوف طلبات العين. هلا هلا بالطش والرش. اي خدمه؟ ترانا احنا مستعدين هنا نخدم الناس الطيبين الطيبين وبس، والباقي يندس. امري تدللي. النقال خربان واريد اصلحه. ايه بس النقال خربان؟ كنتي بنت الحلال تخربي بلد؟ عاد النقال ما يخترو؟ كيف يعني؟ يعني هذا الشياكة والجمال وجاية تصلحي هاتف نقال؟ أنا على بالي جايتني تشتري هواتف ثنينة ولا ثلاثة ولا أربعة؟ لكن ولا يهمش، مع نصيب أبو النظريات والأفكار هيتصلح هاتفش إن شاء الله يتصلح. أنت اسمك نصيب؟ يا قوليها مرة. نصيب؟ نصيب كان وافقتي. وانتي؟ أنا آسفة. آسفة؟ اسم نادر وجميل. آسفة؟ لا قصدي أقول آسفة لأني ما أريد أخبرك باسمي. زين يا آسفة، يعني أنتي متزوجة ولا مخطوبة؟ لا ليش؟ يعني عشان أنا ممكن أصلح لك الهاتف النقال بلاش، أو حتى ممكن مستعد أغير لك إياه إذا وافقتي. شكراً، بس متى بيخلص أخذ النقال؟ إن شاء الله النقال هذا يخلص، يعني ممكن تمر علينا بكرة الصبح. أو أقول شيء، أنت حالمو ما تجلسي شوية، يمكن هو توي يخلص غصباً عنه، حتى لو ما بغى يخلص هيخلص. أنا مستعجل الحين ومر عليكم بكرة. وتلاقيني إن شاء الله في انتظار شباكم. يا الله يا الله يا الله. هذه هي القطعة الخامسة وهذه آخر قطعة موجودة. بصراحة هذه أجمل قطعة شفتها. نعم، ما مثل الأراضي اللي راويتني إياها قبل شوية. زينة. نعم عمي مرهون، نجالك ترى نجالك. هي نعم، هذه الأرض ما تتعوض يا عمي عوض. صحيح صحيح، على رأيك يا مطر، خاصة من حيث الموقع والمساحة. إلا أقول مرهون، نعم، كم تريدوا لهذه الأرض؟ والله يا عوض يا أخوي، من غير لف ودوران صاحب الأرض يبغى لها 16,000 صافي، ما ينزل ولا ريال، يعني العمولة ما المكتب والإسكان على المشتري. 16,000 ريال غالية وايد مرهون، الله يهديك. غالية؟ من قال لك غالية؟ أنا شوف مساحتها كيف كبرها. صراحة أنا أشوف سعرها وايد مناسب بصراحة. إنزين إذا مناسب خذها أنت، وأنا تراني متنازل عنها. نعم أنا؟ أنا ما عندي مبلغ أشري مثل هذه الأرض، ولا أظن في يوم إني بقدر أشتريها. إيش قلت يا عوض؟ تشتري ولا لا؟ خلصنا؟ والله الأرض عايبتني يا مرهون، وأنا بغى أشتريها، بس بغى أتفاوض مع صاحب الأرض إذا ممكن. أتفاوض مع صاحب الأرض؟ إذا بالإمكان يعني. ها، ولا تخاف، ترى عمولتك بتحصلها مني كاملة. ها ايش قلت يا مرهون؟ ترى الارض عايبتني وانا ان شاء الله شراي. زين ما عندي مانع، بنسير المكتب وبنتصل بصاحب الارض، ما يهمك. يلا اذا على بركة الله.
اسمع خليل، اي هاتف نقال يحتاج لتصليح نوديه للمحلات القريبة منا اللي هي متخصصة في تصليح الهواتف النقالة، واحنا عاد ناخذ فائدتنا من هذا الموضوع، فهمت؟ عشان تعرف ان هذا يكلمك نصيب ابو النظريات والافكار. صحيح انك ما عاد سهل يا نصيب. عسى يا رب، عسى يا رب توافق علي، عسى، لانها بصراحة قاتلتني قاتلتني قاتلتني. فيك كالعادة كالعادة هيك هو. مطار. نعم عمي. ليه ده طوال؟ ليه ده؟ ليه ده؟ بسني شريمة بسني. خلينا نكلم الرجال الله يهديه. نعم زيده زيده زيده. أنا بشوف أحمد رجال أنا بشوف لك إياه. الحين بقول لك يا شوف 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 الحاله، شوف الحاله، شوف الرنات، والله الرنات عذبنا منها. نحن ناس فاضيه الاخ عوض، ما عرفتم شغل، يحبوا ازعاج الاخرين. نعم والله فاضي بحسب عمر رجال. زيد قوى زيده عمي يقول بسني. ما عليك منه زيده زيده بسني الله يهديك بسني. هذا رب رجال حصلناها ما يهمك هذا. ها رحمه اتصل فيه اتصل فيه ما اتصل فيه. لحظه 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 اه هو ايه لحظه لحظه انا كيف الحال؟ زيدة زيدة بسني شيمة بسني زيدة بسني شيمة. زين لا ما أنت ما أنت هذا حوض زيدة قهوة. إيه لا حصلنا لك شاري على أرضك. نعم حصلنا لك شاري. نعم لكن الأخ موجود عندي موجود. نعم يبغى يتفاهم من روحه معك. هذا نعم يقول هذا شرطة. إحنا ما عندنا مانع طبعا نقدم. الشقيقان الخدمات العقارية تذكرني بيقول ذكرنا حيسي مرهون معك مرهون. ايه عيد ذكر هذا معك. لحظة لحظة بكلمك. زيدة بس نسيمة. لا ما انت قصدي. لحظة هذا كلمك 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 زين لحظة هذا بكلمك فضل اقول كلمك كلمة هي معك صاحب الأرض. طيب ان شاء الله مطار. نعم تعال 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 خلي رياض خلي رياض. الو السلام عليكم. اقول لك عيسى ايش رايك يا اخ عيسى نتفق انا وياك ونتخلص من هذا المكتب، يعني نستفيد بالفلوس انا وياك، ايش قلت؟ والله في الحقيقه انا ما عندي مانع انه يعني اتفق معاك حقيقه يعني ايه، ونخلي هذا المكتب يعني بغى على الموضوع. انزين بكم تريد الامر؟ اخر كلام. والله في الحقيقه يعني وما لك حلف علي حقيقه ابغى لها 17,000. كم؟ 17,000 ريال عدا ونقدا. هذا حالك انتهي. نعم هي بس المكتب قال لي ب 16,000 وانت تريدها ب 17,000. انت مالك الله يديك، هذه لاصحاب المكاتب ما يفهموا شيء. خليك معي انا فكر بتربح. انا احسن لي اتفاوض مع صاحب المكتب احسن عنك انت يا صاحب الارض. يلا مع السلامه. هلا حوض كيف جرى اتفقتم؟ انا بشتري الارض منك انت. يعني بشتريها ب 16,000؟ ب 16,000. اسميك انك ختمتها زين.